ضع دائرة حول المجموعة الفارغة. هيا بنا نفكر قليلا قبل الإجابة. كيف سأفكر؟ أرى أين المجموعة الفارغة؟ المجموعة الفارغة التي لا تحتوي على أي عنصر. هيا بنا نفكر قليلا. سأنتظر قليلا. أحسنتم، هذه هي المجموعة الفارغة. إذن هنا تقف المجموعة الفارغة. سأكتب تحتها العدد صفر. انظر، لأنها لا تحتوي على عناصر. هذه المجموعة مجموعة ممتلئة. كيف عرفت؟ من حبات الفراولة. تحتوي على عناصر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وسأكتب العدد 8. إذن هذه مجموعة ممتلئة وهذه المجموعة فارغة.